انولدت رجل قصيرة ورجل طويلة، حاولت أعملها قصوها في ناصر، بعد ما قصوها في ناصر ركبت رجل في غزة وما ارتحتش عليها، وأنا نفسي أطلع برا وأركب رجل برا وأمارس حياتي زي أي بني آدم عادي. أنا كنت واقف على عكيز، فمن الله واقف على عكيز ليش؟ أنا واقف على عكيز وفي رجل واحدة، ليش أشلومه؟ ليش بطخني؟ أنا إيش سويت له بطخني؟ إحنا واقف في مسيرة سلمية، ليش بطخني؟ ورموا علي قنبلتين غاز، ومع الغاز وقعد، والشباب شلوني وحطوني في الإسعاف، والحمد لله. بتمنى إنه أركب رجل وأمشي زي وأمشي عادي وأركب رجل وأرمي العكاكيز هذول، ويصير لي مدخل معيشي إن أنا أقدر أعيش واتجوز ولا أحتاج حدا. من مطرح لمطرح أكلت كل شيء.